يوم الاثنين من شهر بقونا، سكنى الله في هيكل القلب. تعال يا ربي يسوع وحل في هيكل قلبي، واجعله مسكنا دائما لك. أراك داخلي وأؤمن بك، وأدعو باسمك وأتهلل بك. أنت تعلمني كيف أسبحك بلا فتور مع الطغمات السمائية. أنت تسهل خطواتي فأحمل الصليب وأتبعك بكل فرح. أنت تملأني مجدا وفضيلة وتعففا وصبرا وتقوى وصورة حبك. أنت تقوي إرادتي وتمسك يدي وتقودني بحسب مشيئتك. أنت تهبني احتمال الألم بفرح وحب وحكمة وإفراز. أنت تهبني الحياة السمائية فأحيا في السماويات. أنت تهبني صبرا وإيمانا وتؤهلني لملكوتك. ربي يسوع، املأني من خوفك، ألهب قلبي بشوقك، هبني توبة حقيقية واستعدادا للقائك.